عم محمود، يبدو أن الأمير البريطاني هاري يستمر في كشف أسرار حياته مع العائلة الملكية البريطانية. كتاب سبير أو الاحتياطي، أو الذي ارتبط هذا العنوان بأن الأمير هاري كان هو الثالث من حيث ترتيب كوريث للعرش البريطاني، اعتبر نفسه أنه كان في الاحتياط، وأن عديد المشاكل واجهته داخل العائلة الملكية، كشف عن مشاجرة بينه وبين أخيه ويليام، وكشف كذلك عن قتله ل25 من مسلحي طالبان. هذا الأمر يعتبر من أسرار الجيش البريطاني. لا ندري هل فعلا القيادة العسكرية البريطانية ستتجاوز الأمر، وهل يحق للأمير هاري كشف أسرار الخدمة العسكرية للعموم، لأن ذلك يدخل في الحرب، يدخل في أسرار عسكرية. النقطة الأخرى هي تفاصيل أخرى مرتبطة بحياة والدته ديانا، بوفاتها، بالمصورون الذين كان كما قال يطالب هو وأخيه بأن يتم التحقيق معهم، على اعتبار أنهم ضايقوا موكب السيارة آنذاك، وأن قد يكون هناك سبب من الأسباب التي أدت إلى وفاة الراحلة الأميرة ديانا في حادثة سير، أن العرقلة السير، ولماذا لا يتم التحقيق، وأنه كان يطالب بفتح تحقيق. أمور كثيرة كشفها الكتاب. محمود، الصدى هنا يستمر لكن برؤى مختلفة. التعاطف الذي كان مع الأمير هاري قبل أن يتزوج زوجة ميغان كان كبير جدا، لكن بعد بداية كشفه للأسرار، هناك جزء كبير من الشارع البريطاني يرى أن الأمير هاري وزوجته قفزوا على الطبوهات وكشفوا أسرار عائلة. بالنهاية تعاطف جزء كبير من الشارع البريطاني مع العائلة الملكية، على اعتبار أن لأي أسرة أسرار ولا يجب أن تنقل إلى العموم بهذه الطريقة. جزء آخر تعاطف مع الأمير هاري وقال أنه من حقه أن يكشف أسرار حياته بعد أن ترجل عن صهوة البروتوكول الملكي وأن انتقل إلى مدينة كاليفورنيا ولم يعد يرتبط ببروتوكول الملكي، وبالتالي لا يجب أن يلتزم وأنه حر فيما يقول. شكرا جزيلا محمد الفنيش، مراسل الغد من العاصمة البريطانية لندن.